حصدوا أحداث 24 ساعة من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم، البداية مع العناوين. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل بمشروعات العاصمة الإدارية وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر، مع الاهتمام بتفصيل التنسيق الحضري بكل الطرق والمحاور. خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري التونسي، رئيس الوزراء: الدولة المصرية تدعم تونس في مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار في اجتماع كوبنهاجن. شكري يؤكد لرئيسة وزراء الدنمارك الاهتمام بدفع العلاقات الثنائية بين البلدين. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى تفاصيل الأخبار. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل بالمشروعات الجارية بالعاصمة الإدارية وفقا للتخطيط الزمني والإنشائي المقرر، مع الاهتمام بتفاصيل التنسيق الحضري لكل الطرق والمحاور والأحياء للتكامل مع جميع العناصر الإنشائية والهندسية للعاصمة الإدارية، ولتعكس العاصمة صورة الدولة المصرية الحديثة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس لمتابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية بالعاصمة الجديدة. نتابع. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع إبداع للرخام. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الجاري العمل بها في مختلف القطاعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة ما يتعلق بمقر القيادة الاستراتيجية، فضلا عن الأعمال المعمارية والإنشائية بقاعات مسجد مصر، إلى جانب تصميمات دار القرآن الكريم وصالة المقتنيات النبوية بالقاعة التاريخية في الدار. كما اطلع السيد الرئيس على سير العمل بشبكة المحاور داخل العاصمة الإدارية وجهود التنسيق الحضري للطرق والمحاور الرئيسية بها. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل بالمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر للانتهاء من الأعمال، مع الاهتمام بتفاصيل التنسيق الحضري بكافة الطرق والمحاور والأحياء لتتكامل مع جميع العناصر الإنشائية والهندسية للعاصمة الإدارية وتعكس العاصمة صورة الدولة المصرية الحديثة. نجدد التحية. وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له إلى العاصمة التونسية في مستهل زيارة رسمية لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة 17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين. وكان في استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق السيدة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي واستعراض حرس الشرف. هذا وقد افتتح الدكتور مصطفى مدبولي ونظيرته التونسية السيدة نجلاء بودن فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي المصري في العاصمة التونسية بحضور رجال أعمال من البلدين. نتابع. في إطار استضافة تونس لفعاليات الدورة 17 للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، جاءت زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى تونس الشقيقة، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له السيدة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية في استقبال رسمي واستعراض لحرس الشرف. وخلال كلمتي في المنتدى الاقتصادي التونسي المصري الذي عقد بحضور العديد من رجال الأعمال في البلدين لمناقشة وطرح فرص الاستثمار الواعدة في البلدين،
أكد رئيس الوزراء على ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات بين مصر وتونس من خلال التعاون الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص لما له من دور هام في الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. فسوف نوقع خلال هذه الدورة للجنة العليا وثائق تعاون تيسر بالأساس عمل القطاع الخاص وتستهدف خلق مناخ مناسب لازدهار التعاون والشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين. وفي هذا الإطار فإنني أتطلع أن يكون عام 2022-2023 هو عام التعاون الاقتصادي بين بلدينا، والذي سيقوم في الأساس على التعاون الوثيق بين القطاع الخاص في البلدين. رئيس الوزراء يؤكد أنه للمرة الأولى أصبح التضخم خطرا يهدد العديد من القطاعات، وعلينا البحث عن مسارات واستكشاف لإمكانيات غير مألوفة. أن علينا تبني مسارات أخرى لعكس اتجاه التضخم، يأتي في مقدمتها زيادة الإنتاج الوطني لبلادنا واستكشاف إمكانات غير مطروقة لتعزيز الموارد الاقتصادية المتاحة وتحسين الدور التنافسي في سلاسل التوريد العالمية. ومن جانبها أشادت السيدة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية بالعلاقات المصرية التونسية، وترحب بمزيد من الاستثمار والتعاون المشترك بين البلدين. والعمل سويا يدا بيد من أجل مزيد تعزيز التعاون القائم بين بلدينا وشعبينا لما فيه خيرهما ومنفعتهما المشتركة، خصوصا وأن الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية التونسية المصرية يعتبر من أفضل الأطر التي أبرمها بلدانا مع شركائهم الاقتصاديين، وذلك باعتباره يشكل أرضية طيبة لمزيد دفع التعاون المشترك ولتحسين قدراتنا التنافسية. تم طرح العديد من فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات المختلفة، هذا ما أكد عليه الجانب المصري خلال الزيارة. زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى دولة تونس الشقيقة جاءت لتؤكد على الاستمرار في النجاحات والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، ولتحقيق رؤى القيادة السياسية في البلدين والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات وإرساء شراكات مثمرة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. التلفزيون المصري، أحمد أبو الحسن، تونس. هذا وقد حضر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء التونسية نجلاء بودن احتفالية ثقافية في إطار العلاقات بين البلدين وعام الثقافة التونسي المصري لعام 2021 و2022، وذلك برعاية رئيسي البلدين. يا خير يا خال سولي وجولي، يا خال سولي وجولي، وقولي على مر الزمان وقولي قداش قداش في فحولك سها مرحولي، قداش كنتي شايشة شطاحة، قداش زها مرحولي، وقداش كنتي شايشة شطاحة. ويا خيل صولي وجولي وقولي على مر الزمان وقولي، اركب الخيل وشد رحولي من تونس لمصر سلم. علاقات تاريخية مشتركة تتسم بالقوة والتطابق في وجهات النظر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فالعلاقة بين شقيقتين مصر وتونس جذورها قوية وتاريخية ممتدة عبر العصور، فما بين الأزهر الشريف بمصر وجامع الزيتونة في تونس يتواصل الفكر الإسلامي وتتطابق الرؤى والقضايا محل الاهتمام المشترك. المزيد في سياق التقرير التالي. ما
مراحل عديدة مرت بها العلاقات المصرية التونسية على مدار عقود، إلا أن السمة المميزة لتلك العلاقات كانت وستظل دوما ترابط الدولتين والشعبين ببعضهم البعض. وقد شهدت العلاقات بين مصر وتونس خلال السنوات الأربع الأخيرة تقاربا شديدا وتنسيقا متواصلا في العديد من الملفات، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية. ففي فبراير الماضي وعلى هامش القمة الإفريقية الأوروبية، اجتمع رئيس عبد الفتاح السيسي في مقر إقامته في العاصمة البلجيكية بروكسل برئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، حيث أعربا عن ارتياحهما الشديد لما تشهد علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين من تطور مستمر في شتى المجالات، وأكدا حرصهما على مواصلة تقوية هذه الروابط التاريخية وعزمهما المشترك على ترسيخ سنة الحوار والتشاور من أجل إعطاء دفع أقوى للعلاقات المتميزة بين مصر وتونس لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين. وفي أبريل من العام الماضي استقبل الرئيس السيسي نظيره التونسي قيس سعيد في مستهل زيارته لمصر التي استغرقت 3 أيام. عقد خلالها الرئيسان قمة تناولت عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في كل المجالات، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري. واستمرارا لتطور العلاقات بين مصر وتونس، انطلقت في العاصمة التونسية الدورة 17 من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيدة نجلاء بودن رئيس الحكومة التونسية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيسين السيسي وسعيد بضرورة تعزيز قنوات التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وتعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة هي مظلة التعاون بين البلدين، حيث عقدت خلالها 16 دورة متتالية برئاسة رئيسي وزراء البلدين باعتبارها إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة. وينبثق عن اللجنة العليا عدد من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية واللوجستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارة والصناعة. نجدد التحية. شارك وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن. ويعقد الاجتماع برئاسة مشتركة من جانب مصر بوصفها دولة الرئاسة المقبلة للمؤتمر والمملكة المتحدة دولة الرئاسة الحالية، وذلك بالتزامن مع الذكرى 30 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. ويمثل الاجتماع فرصة للتباحث حول الخطوات اللازمة لدفع مسار تنفيذ التعهدات قدما في ضوء ما تم التوافق عليه في المؤتمرات السابقة واتفاق باريس وميثاق غلاسكو حول المناخ. وخلال لقائه رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسون في كوبنهاجن، نقل وزير الخارجية سامح شكري دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيسة وزراء الدنمارك للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات التي ستعقد خلال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. وأعرب شكري عن الترحيب بالتعاون مع الدنمارك ضمن الشركاء الدوليين لإنجاح المؤتمر، كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك وسبل تعزيزها على الأصعدة كافة. بدورها أعربت رئيسة وزراء الدنمارك عن الاهتمام بتعزيز التعاون مع مصر بصفتها شريكا محوريا في الشرق الأوسط. شاركت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بوصفها المنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر المناخ القادم COP27 في فعاليات اجتماع كوبنهاجن لبحث قضايا التكيف والتخفيف والتمويل لقضايا المناخ في العالم، وذلك ضمن الوفد الرسمي لمصر.
شاركت الوزيرة في الاجتماع الثلاثي الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري ورئيس مؤتمر المناخ القادم على هامش الاجتماع الوزاري مع السيد ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ الحالي ووزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي دان يورين جنسن. كما شاركت وزيرة البيئة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري رفيع المستوى والذي شهد حضور وزراء ورؤساء وفود لأكثر من 50 دولة ورئيس اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ. التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي السيدة ماميميزو تيرو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ورئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث خلال زيارتها لمصر. وخلال الاجتماع بحث الجانبان التعاون المشترك في ضوء التحضير لاستضافة مصر الدورة 27 من مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وتعزيز الجهود المستقبلية للحد من الكوارث. كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي الإجراءات الحكومية لتحفيز العمل المناخي. متواصلون مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع. بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن يشيع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة في جنازة رسمية وبمشاركة شعبية كبيرة تمهيدا لمراسم دفنها. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعلن فرار أكثر من 6 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أواخر فبراير الماضي. أهلا بكم من جديد. في جنازة رسمية وبمشاركة شعبية كبيرة شيع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، وذلك بحضور الرئيس محمود عباس والعديد من الدبلوماسيين الأجانب. ووصل جثمان شيرين أبو عقلة إلى المستشفى الفرنسي في القدس الشرقية المحتلة تمهيدا لمراسم دفنها ومواراتها في مقبرة جبل صهيون في المدينة. ومن المقرر أن يقام مأتم أبو عقلة اليوم الجمعة في كنيسة الروم الكاثوليك في باب الخليل داخل البلدة القديمة قبل أن يوارى جثمانها في مقبرة صهيون إلى جوار والديها. كانت أبو عقلة الأربعاء في مهمة صحفية لتغطية اشتباكات بين جنود إسرائيليين ومسلحين فلسطينيين في مخيم جنين للاجئين قبل أن تصاب برصاصة قاتلة. رحم الله الشهيدة شيرين أبو عقلة. وحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مقتل شيرين أبو عقلة خلال اشتباكات في الضفة الغربية المحتلة ودعا لإجراء تحقيق دولي. حملوا سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية قتلها بشكل كامل، ونشير أننا قد رفضنا ونرفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية لأنها هي التي ارتكبت الجريمة ولأننا لا. وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه قد فر أكثر من 6 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أواخر فبراير الماضي. من ناحية أخرى وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بغالبية كبيرة على فتح تحقيق حول ما وصفه بالفظائع المنسوبة إلى القوات الروسية في أوكرانيا لا سيما في ماريوبول وبوتشا. وفي خطاب لها عبر الاتصال عن بعد أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت أن الكثير من الانتهاكات التي تتحقق منذ بدء العملية العسكرية الروسية قد تصل إلى حد جرائم الحرب على حد وصفها. أعلن حاكم منطقة بيلوغرود الروسية أن إطلاق نار في أوكرانيا أدى إلى مقتل شخص وإصابة 7 في قرية سولوخوي الحدودية الروسية بالمنطقة.
وتتهم السلطات في المنطقة المداخمة لأوكرانيا كييف بتنفيذ سلسلة من الضربات فيها، بما يشمل غارة بطائرة هليكوبتر على مستودع للوقود. ولم تعلن كييف التي تكافح الغزو الروسي منذ فبراير الماضي مسؤوليتها عن هذه الهجمات، بينما أعلنت بريطانيا أن القوات الأوكرانية تواصل هجوما مضادا إلى الشمال من خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد، وتستعيد عدة بلدات وقرى باتجاه الحدود الروسية. والآن إلى جولة من أخبارنا في عدد من العواصم العالمية. في طوكيو استقبل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مسؤولين من الاتحاد الأوروبي في قمة لهم بطوكيو، ناقشوا خلالها عدة موضوعات منها الأزمة الأوكرانية وتغير المناخ والتقنيات الرقمية، كما بحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين بلادهم في مختلف المجالات. وما زلنا في طوكيو، وتصريح وزير الدفاع الياباني الذي أكد فيه أن التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية غير مقبولة، كما أنها تعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن. وقد أطلقت كوريا الشمالية 3 صواريخ في البحر، وذلك على الساحل الشمالي للبلاد. من ناحية أخرى، قامت قوات الولايات المتحدة بقيادة مناورات لقوات الناتو في مقدونيا الشمالية، شارك فيها نحو 10,000 جندي من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا ودول أخرى حليفة. والمناورات الحربية بدولة مقدونيا الشمالية العضو الجديد بالناتو تهدف لإظهار جاهزية الانتشار على طول الحدود الشرقية لحلف الأطلسي. وننهي هذه الجولة من مدريد، حيث قامت قوات خفر السواحل الإسبانية بإنقاذ نحو 183 مهاجرا قبالة جزر الكناري وهم يحاولون الهجرة لأوروبا. وفي مغامرة غير معلومة العواقب، حاول نحو 22 ألف خلال عام 2021 الهجرة إلى أوروبا عبر البحر. أهلا بكم من جديد. أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فوز 22 شخصا في قرعة الحج للموسم الحالي، وذلك من مختلف أقسام المحافظة. وقال نائب محافظ شمال سيناء هشام الخولي إنه تمت مراعاة الحيدة والشفافية، حيث تمت القرعة إلكترونيا عن طريق الحاسب الألي، مقدما التهنئة لجميع الفائزين. كان إجمالي عدد المتقدمين قد بلغ 188 شخصا من مختلف أقسام ومراكز المحافظة، وفاز منهم 21 شخصا علاوة على شخص واحد من كبار السن، واختيار 11 آخرين بصفة احتياطية. أهلا بكم مع جولتنا الصحفية اليوم من موقع بوابة الأهرام الإلكتروني. نبدأ. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل بشبكة المحاور وجهود التنسيق الحضاري للطرق بالمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية وفق التخطيط الزمني. ننتقل إلى موقع اليوم السابع الإلكتروني. رئيس وفد الاتحاد الأوروبي يقول مشروعات البنية التحتية بمصر تحقق التنمية المستدامة. وإلى موقع بوابة أخبار اليوم الإلكتروني في اليوم العالمي للتمريض، تاج الدين: مصر تسعى لتحسين الأوضاع المادية للفرق الطبية بكل قوتها. نذهب إلى موقع الجمهورية الإلكتروني. وزير العدل يقول قانون تسجيل الملكيات العقارية ضمانة استثمارية كبيرة للمواطنين. موقع الوطن الإلكتروني: الإسكان الاجتماعي يحذر المواطنين من التعامل مع جهات غير رسمية. أخيرا من موقع الوطن الإلكتروني، بدء تسجيل أسماء المتقدمين للحج السياحي 2022، 20,000 جنيه رسوم جدية.
والآن نذهب بعيدا عن عالم السياسة والاقتصاد لنتعرف على كل جديد وطريف في جولة الكاميرا. أعزائي المشاهدين، قدمنا لحضراتكم أحداث 24 ساعة من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.